أعزائي مشاهدي تلفزيون الرأي، أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم جي اف سي جلاديترز فايتنج شامبيونشيب. اليوم راح نودع الموسم الثاني من بطولات جي اف سي، وإن شاء الله بداية من الأسبوع القادم راح نبدأ نتكلم عن الموسم الثالث جي اف سي 3. أعزائي المشاهدين، مثل ما أنتم عارفين أن جي اف سي 3 قرب الموسم، عشان كذي احنا قاعد نأجل في عرض نزالات جي اف سي 2. اليوم راح يكون معانا ثلاث نزالات. أول نزال راح يكون بين اللاعب وليد الطرابلسي من تونس واللاعب تومي يونغ من كوريا الجنوبية. أما النزال الثاني راح يكون بين اللاعب أسامة من مصر واللاعب خليفة من الكويت. والنزال الثالث راح يكون بين اللاعب أحمد عطية من مصر واللاعب وليد من السودان. أعزائي المشاهدين، طبعا جارية التحضيرات للموسم الثالث، راح تشوفوا إن شاء الله 10 نزالات في الفنون القتالية المختلطة بين أقوى المحاربين في الشرق الأوسط، سواء من الكويت أو من شتى أنحاء العالم، اللي راح يحضروا إن شاء الله للمنافسة في أقوى حدث ستعرفه الشرق الأوسط للفنون القتالية المختلطة، اللي راح ينعرض إن شاء الله الأسبوع القادم يوم 3 مايو على تلفزيون الراي بشكل حصري. النزال الأول راح يكون بين اللاعب وليد الطرابلسي واللاعب تومي يونغ. عشان أعرفكم أكثر عن اللاعبين، تابعوا معي هذا التقرير. نفس ما شفنا بالتقرير السابق، وليد طرابلسي هو لاعب من تونس الخضراء، وهو متخصص في الموي تاي والكيك بوكسينج أو ألعاب الاسترايك، وهو بطل عالمي حصل على بطولات كثيرة. هو بطل المغرب طبعا في هذه الرياضة، بالإضافة إلى أنه شارك في عدة بطولات في الشوت فايتنج. طبعا تومي يانغ وهو اللاعب الكوري الذي يمثل أمل كوريا في الجوجيتسو، وهو لاعب صاعد الرصيده لا يوجد فيه ولا خسارة واحدة، وهو يمثل نادي كومبات أثلتيكس الكويت. صالح، لو نتكلم عن نصنف هذه المباراة، راح نقول أن المباراة تمثل بين لاعب الخبرة واللاعب ذو اندفاع. صحيح، لاعب الكوري حين ريكوردا ما في ولا خسارة، ولاعب مندفع، حتى الكوريين قالوا أن هذا راح يحط بصمة حق كوريا الجنوبية في هذا اللقاء. فعلا سعود، اللاعب الكوري هو لاعب ميزات السن بالنسبة له أو صغر العمر بالنسبة له، هذه الميزة يتفوق فيها على اللاعب التونسي. نفس ما تفضلت، اللاعب التونسي لاعب خبرة طويلة، رصيده فيه أكثر من 144 مباراة دولية. أعزائي المشاهدين، يا وقت الحسم يا وقت النزال، على قولتهم هذا الميدان يا حميدان. تابعوا معنا المباراة. Let's go and take 9 shots, we'll just call it 50. And I'm gonna lick it, lick it, lick it till I hickey. Have that river running, keep you running till you empty. Bang, 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 bang. Oh, oh, you look so sweet, what you working about is? وليد ذا بلو شارك الطرابلسي. Okay, you guys know the rules. Let's keep it clean. Obey my commands. Touch him up. Let's fight. Touch him up. Or not. Let's go back up. Back up. الحكم الحين بينبه للطالب خروج اللاعب المدربين و
وبينبه ال والله كنت حنضرب جوا بينبه شو اسمه الحكام والتايم عشان يبتدون النزال. النزال حيكون في نزال بدا النزال تومي يانج راح يكون مستعجل نعم يبين فيه ماخذ الحماس نعم واللاعب التونسي لحد الان تحس انه ماخذ راحته و رميه جميله من اللاعب الكوري تومي اعتقد هو قاعد يخطط على شيء يعني لازم يتخلص اللاعب التونسي وليد لازم يتخلص من الوضعيه مو مصلحته اللاعب التونسي اذا كان عنده خبره مصلحته ايه جدا ترى اللاعب المغربي الكوري هو يمثل امل كوريا في الجوجيتسو هو لاعب صاعد رصيده كله انتصارات ما في ولا هزيمه تخلص حلو من لاعب تونسي من لاعب طرابلسي فعلا تخلص وايد وايد طبعا هذه فئه المحاربين كابتن فيها ضرب على الوجه في الوضعيه الارضيه مسموح فيها نعم هاني طبعا نعم. مسموح في مسموح فيها نعم بالضرب على الوجه هني وضعيه لاعب وليد لازم يتخلص لازم يتخلص لا اعطاه ظهره هني ممكن ياخذ خنق ممكن ياخذ خنق اذا ما يتخلص راح ياخذ سيطر كنا بوضعيه الخنق سيطر زين فتح قدر يفتحها قدر يفتح فتحها اللاعب التونسي يبين عليه لاعب عنيد مو لاعب سهل نعم لاعب 144 نزال فايز ب 141 نزال عنده الخبره الكافيه راح يسلم اتوقع اللاعب اي قاعد اقول لك وليد انا سيطر عليه أيه بالخنق أيه لا لمحي ما سيطر ما سلم اعتقد ان الوضعيه مكسوره مو مضبوطه لمحي ما مسك عدل سلم معلم فاز مو مصلحته تقريبا مو مصلحته انه ينزل ارضي اللاعب التونسي كانت مو مصلحته ينزل ارضي اكبر خطا في اللعب الارضي انك تلف تعطي لاعب الثاني خصم ظهرك بارك نعم تحيه للبطل وليد طرابلسي والآن تكريم المحارب تومي يانج ألف مبروك للاعب تومي يانج بفوزه بهذا اللقاء ممثل نادي كومبات أتلتيك. طبعاً سعود نفس ما شفنا في هذا النزال كان النزال متوقع منه أنه يطول أكثر. اللاعب التونسي يمكن أنا ما بعرف إيش اللي صار معاه، هل هو بدافع التغير الجمهور لأنه هو وصل قبل المباراة في يوم، ما بعرف إيش الظرف اللي صار، ولكني أنا متأكد مو هذا وليد طرابلسي، لأن أنا وليد طرابلسي تابعت له فايتات وأعرف سمعته في المغرب العربي بشكل عام، هو لاعب قوي. لكن أنا بالفعل صالح حتى لما تكلمت توك عن إنجازات وليد طرابلسي أن اللاعب عنده أكثر من 144 مشاركة صحيح. ما بعرف صراحة إيش اللي صار، يمكن تومي يانج كان مندفع اندفاع تومي يانج يمكن سبب ربكة لوليد طرابلسي وغير حسبة اللقاء بالضبط. تومي يانج أنا خليني أعطيكم هاي المعلومة، تومي يانج هو لاعب متخصص أكثر في الجوجيتسو البرازيلي وهو حاصل على الحزام البني فيها وهو من تدريب البروفيسور ري ألبي. نفس ما لاحظنا في أول النزال هو استطاع أنه يكسر المسافة من البداية بالفعل لاحظنا أنه حاول يخطي خطوات كبيرة عشان يصل حق لاعب وليد طرابلسي وبالفعل نجح في فرض طريقة لعبه للمباراة. أعتقد أن وليد طرابلسي كمان في شيء خانوا فيه التقدير، أن وليد طرابلسي استهان في قوة تومي يانج خصوصا لما مسكوا تومي يانج وفي عملية الطرح وليد طرابلسي كان شبه يعني راخي لعضلات جسمه، فبالتالي أعطى اللاعب الفرصة أنه يأخذ التشوك بشكل صحيح. عموما هذه الأمام إيه ما فيها استهانة أنك تستهين في أي لاعب، وليد طرابلسي يظلوا طبعا في نظرنا هو لاعب كبير راح يكون له فرصة إن شاء الله يوضح للجمهور مين هو وليد طرابلسي، ما هي إنجازاته، ما هي قدراته، وهذا حيكون إن شاء الله في جي أف سي 3. بالفعل لعبة الـMMA لعبة مثل ما أنتم عارفة لعبة قاسية تحتاج إلى التركيز، ونبارك مرة ثانية حق اللاعب تومي يانج الممثل نادي كومبات أتلتيك. خلونا نشوف المقابلات اللي عدنا لكم إياها مع اللاعبين بعد المباراة.
What about your feeling? I feel very happy, you know. And this is first time I came to Kuwait. And I didn't expect this kind of, you know, like competition. Thank you for everything. Thank you, Comeback Athletic. Thank you for support me to come here. Thank you very much. Shukran. Thank you. Shukran. Thank you. نقدر نقول hard luck. والله نقول لك حاجة وحيدة طلع يعني صحيح شوية أما نطلبه كروفانش آخر في كمقابلة أخرى سواء في الكويت أو في تونس. شلون كانت المنافسة؟ والله منافسة كويس. منافسة كويس. موفق وهارد لك يعطيك العافية. إن شاء الله ربي سهل لنا أوكي. ميرسي عايشك. شفنا طبعا الروح الرياضيه التي لا تغيب دائما عن جي اف سي ابطالها الخلوقين. شفنا طبعا كيف اللاعب اللي ما حلفوا الحظ بالتالي يشجع او يثني على اللاعب الخصم. الحين خلينا ننتقل للمباراه.